أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية، ومعانا الدكتور مصطفى الرياني. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك يا محمد بيه. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله، ربنا يعزك. دكتور، في الأول مرحب بيك، وعايزين نعرف مين الدكتور مصطفى الرياني. أنا مبدئيا اسمي دكتور مصطفى نبيل سيد طه، شهرتي مصطفى الرياني. أنا من مواليد محافظة المنيا، مركز ملوي، قرية تندة. ده المكان اللي أنا نشأت فيه واتولدت فيه وعشت أغلب حياتي فيه، وحاليا دلوقتي أنا مستقر في الهرم، محافظة الجيزة. طبعا بعد ما خلصت الكلية بتاعتي أنا بدأت العمل بتاعي، سواء في العمل الاجتماعي أو السياسي أو العمل الخدمي، فبدأت أعد نفسي إن أنا أكون موجود في الدولة. أنا حضرتك شغال في العمل العام، في العمل طبعا في الهرم. في الهرم. في الهرم، وكان بدأ كمان عندنا في مركز ملوي في قرية تندة. كنت بدأت من سن 17 سنة وأنا موجود في الكلية. بدأت بدورة رياضية عملتها لشباب البلد عندنا في قرية تندة. كان سن الأطفال ساعتها 10 سنين و11 سنة، وده يعتبر كان بدايتي الفعلية، اللي هي يعتبر كان في 2007. كعمل مدني، كعمل عام. كعمل مدني وكعمل عام. 2007. من 2007. شايف ان انت بديت صغير شويه؟ والله انا فعليا من وانا صغير والدي كان علمني يعني ايه قياده، يعني ايه تخدم الناس، يعني ايه تدور ان انت تحاول باي طريقه من الطرق ان انت تستغل قدراتك وتطور منها. فالموضوع ده فرق معايا يعني جدا. انت واخد العمل العام والعمل الخدمي اصلا عن والدك؟ معلش تاني؟ واخد العمل المدني والعمل الخدمي واخده عن والدك اصلا؟ طبعا. يعني والدك هو اللي حببك في العمل العام؟ والله هو والدي كان ليه دور فعال وكبير جدا، وطبعا كان في تأثيرات تانية خارجية زي المدرسة الابتدائية بتاعتي. يعني أنا كنت في مدرسة كان اسمها المدرسة الإنجيلية في قرية تندة عندنا. المدرسين كانوا بيدونا فرص كبيرة جدا بالنسبة للإذاعة المدرسية، الدورات الرياضية، أهلونا بصراحة. التعليم في الصعيد عندنا تعليم كويس جدا جدا بتكلفة قليلة جدا. برضو في التعليم الإعدادي عندنا كان في رحمة الله عليه الأستاذ علي العمدة الكاشف. في التعليم الثانوي برضو كان مجموعة من المدرسين كانوا مؤثرين فيا جدا بالنسبة للقيادة، إن أنت إزاي تبقى ناجح في حياتك. فالمراحل التعليمية بتاعتي فرقت معايا، في جانب طبعا إن البيت كان ليه دور فعال وكبير جدا. كل شخص في حياتي بصراحة أنا اتعاملت معاه اتأثرت بيه جدا. يعني كان عندي عمي رحمة الله عليه المرحوم يحيى سيد، ده كان مؤثر جدا لأنه هو كان محبوب في وسط الناس، بيحل مشاكل، بيجري على الناس، فهو كان مؤثر بصراحة عمي المرحوم يحيى. إن شاء الله ربنا يوفقك. ربنا يكرمك يا رب. سيادة اللواء أحمد، أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. عندي سؤال جميل أوي ليك. اتفضل. كلمني عن إنجازات السيد الرئيس، وخاصة في موضوع تسليع قواعد المزارعة. الحقيقة لما نيجي نتكلم عن إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الواحد بيبقى محتار يختار إيه ولا يقول إيه، ولكن كان الهدف الأساسي التوازي ما بين بناء الوطن واليد الأخرى التي تحمل السلاح، تسليح وتقوية السلاح الجيش المصري. موسى عدد من حركة الصور. تمام، انتاج حربي وحاجة جميلة. اللي أنا عايز أقوله إن هذه الفكر العالي جدا جعلنا ننتقل في أطباقيات الدول والترتيب العالمي إلى أن نصل إلى المرتبة العشرة. جعلنا أن نمتلك أسطول بحري في البحر الأحمر، واسلوب بحري، اسطول بحري في البحر الابيض المتوسط. واي اسطول عشان اقول عليه فعلا حقيقه، احنا النهارده قوه العشره في العالم عسكريا. ده مش تقريري انا، ده تقرير المتابعين اللي هو موسوعه جينيس، والتقديرات العالميه اللي بتتقدر ليها حسابات معينه ومناهج معينه وقواعد معينه بيتم. يعني حسابين تركيا ترتيبها 14، ترتيبنا كان كام قبل 2010؟ يعني كنا تقريبا على ما اتذكر 13 حاجه زي كده، انما خروجنا من ده
لوصولا الى ان احنا نبقى الدوله العاشره عالميا، دي حاجه جميله جدا، وعربيا رقم واحد، دي حاجه اجمل، ونسبق جنوب افريقيا، ونسبق الدول اللي هي المارقه اللي كانت موجوده حاليا في افريقيا. انما انا عايز اقول، طب ده راجع لايه؟ تسليح جنفقات الجويه، طائرات قعدوا يطلعوا عليها شائعات هنجيبها ليه ولازمتها ايه، ودي ملهاش لازمه في فرنسا، ودعايه الرافال. الرافال بعد ما احنا اشتريناها رقم واحد، البرازيل خدتها، الهند خدتها، ودوله عربيه اخرى خدتها مش عايز اقول اسمها. وليه؟ لان انا بعد قواتي كي تكون تحمي حدودي، ولكن وقت الجد اذا طلب الموقف ان انا اكون خارج حدودي لحمايه الامن القومي وليس للتهديد، لان احنا جيشنا رشيد، جيشنا عاقل، جيشنا يحمي ارضه ومسؤولياته للامه العربيه. دكتور مصطفى، بما انك انت طبعا شاب من الشباب اللي طلع في جيل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه طموحاتك؟ لا، انا طموحاتي ملهاش حدود بصراحه. يعني بعد 2011 الوضع مختلف تماما بالنسبه لنا كشباب. يعني انا قبل 2011 كان وضعي شيء، ان انا عايز ابقى دكتور صيدلي، انجح في مجالي، اخدم الناس وخلاص. لكن بعد 2011 انا بقيت عايز ابقى عضو مجلس الشعب، ومن عضو مجلس الشعب والخدمات، واستثمر ان انا دكتور صيدلي وامسك لجنه الصحه في مجلس الشعب، ان انا ااهل نفسي ان انا ابقى وزير للصحه. يعني انت عايز تقول ان انت شفت، شايف رؤيه كده قدامك دلوقتي، ان انت ممكن في ظل حكم السيد الرئيس انك ممكن توصل تبقى عضو مجلس الشعب، وممكن توصل لاي عمل انت عايزه. فعليا انا الحمد لله، يعني في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اختياري من قبل النقابه العامه للصيادله ان انا امثل صيادله الجيزه في اكاديميه نصر العسكري في دبلومة إدارة الأزمات وإدارة الكوارث واستراتيجيات الأمن القومي، والحمد لله أخدت الثلاث دبلومات في أكاديمية ناصر، وبقى اسمي مسجل من ضمن الأشخاص اللي تم حصولهم على الدورات دي. فدي نقطة بالنسبة لي كان صعب جدا قبل 2011. حاجة تانية، دلوقتي أنا مسؤول ماسك منسق مساعد الصحة للإئتلاف الشبابي لدعم الدولة المصرية. بقيت ماسك مساعد لجنه الشباب، يعني في حزب مستقبل الوطن. السيد الرئيس اتاح الوقت للشباب ان هم يفكروا في مستقبل مثمر، ده حقيقي، وفي عندهم مستقبل واعي ويقدروا يمشوا، ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. انت انا اعمل بس حاجه كده، النموذج الطيب اللي معانا النهارده الدكتور مصطفى، لرساله للشباب. رسالتي اللي انا عايز اوصلها من خلالك للشباب، دكتور مصطفى كان امله ان يبقى صيدلي، دكتور صيدلي، يخرج دكتور صيدلي، ولكن لما خرج للحياه العمليه طموحاته كبرت في ظل الحريات، في ظل البناء، في ظل، فبدا يفكر في ان يصل الى كرسي في مجلس النواب، ثم يمثل الجهه بتاعته اللي هي الصيدله في بعض المحافل، وكان موجودا. يبقى بايديك، يبقى بدافع منك، لان لا يمكن يا شاب اللي بيسمعونا بقى دلوقتي ان انا هختارك وانت قاعد في بيتك، ان انا هختارك وانت لا تبذل اي مجهود علمي او ثقافي او تواجد في خدمه الشعب المواطنين، في خدمه، ما هو النائب ده بيعمل لخدمه الشعب. كلام حضرتك صحيح. الامام الشافعي قال يا سياده اللي هو، بمناسبه كلام حضرتك الجميل ده، قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. انا هقول بعدك ايه، الصيدلي الشاعر مصطفى مصطفى. ما شاء الله دكتور مصطفى، انت شرفتنا. شرف ليا يا فندم. سيد اللواء احمد الخنيس، طبعا شرف عظيم لينا. الله يخليك، واحنا بنرحب بيك قوي 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 فعلا، مبسوطين قوي ان اتقابلنا معاك. دكتور مصطفى، ده مش اول لقاء احنا، لان انا بحب الشباب الجميل قوي 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 اللي زيك، اللي عنده طموح وعنده ان شاء الله، يعني عنده كفاح. جايب لحضرتك مفاجاه معايا المره الجايه، اخويا الصغير دكتور صيدلي، دكتور حمزه الريان. ده بقى قصه كفاحه مختلفه تماما، ان هو في سن ال 23 سنه دلوقتي،
وكان أجل الثانوية العامة 3 سنوات بسبب ظروف معينة. وعلى الرغم من ذلك، على الرغم ان هو اجل الثانويه العامه 3 سنين، على الرغم من كده هو النهارده دكتور صيدلي. برافو عليه، برافو عليه والله. عايز اقول لحضرتك برضو يعني ايه، معلش عشان بس الوقت بتاع البرنامج خلاص. عايز اقول لك انا بحب الشاب الطموح، الشاب اللي بيشتغل وبيجري، لان انا حياتي كلها مليانه شغل، حياتي كلها كفاح من يعني ابتدائي وانا بكافح. ربنا يديلك الصحة. فبحب الشاب اللي هو الحقيقي، بحب النموذج الجميل قوي 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 زي الدكتور مصطفى والدكتور حمزه، واحنا اتشرفنا باحمد بيه، وان شاء الله بنوعد حضرتك بلقاء تاني ومع الدكتور مصطفى باذن الله. ان شاء الله مشيئه الله. اعزائي المشاهدين، ان شاء الله بامر الله بوعدكم هيكون معانا ان شاء الله الاسبوع القادم سياده اللواء احمد ونيس والدكتور مصطفى الرياني، والدكتور حمزه الرياني برضو ان شاء الله هيكون موجود معانا، وهنستمتع معاهم، نستمتع بالخبره العسكريه والخبره الاقتصاديه البحته الدكتور احمد سياده اللواء احمد، وهنستمتع مع الشباب الصاعد الواعد ان شاء الله مع الدكتور مصطفى والدكتور حمزه. السلام عليكم، ان شاء الله لقاء.